طيب الله أوقاتكم بكل خير أعزائي المشاهدين، وأهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم صوتكم، صوتكم الذي يصل عبر شاشة الرافدين. نستقبل اتصالاتكم ورسائلكم القصيرة حول آخر المستجدات على الساحة العراقية وعبر الأرقام الظاهرة أسفل الشاشة. وفي البداية نوجه عناية السادة المشاهدين الكرام إلى أن التردد الجديد لقناة الرافدين الفضائية هو 10727 على مدار القمر نايل سات، لذا يرجى من متابعينا ضبط أجهزة الاستقبال على التردد الجديد. نريد أن نتحدث معكم اليوم حول الفساد والظلم في السجون العراقية، حيث رصد مرصد آفاد وجاء في بيان له عن المعتقلين والمغيبين في العراق. نشاهد هذا البيان ونقرأه معكم كما نشاهده الآن في الشاشة. جاء في البيان بأنه منذ 2003 شهد الوضع الحقوقي والإنساني والتعايش الاجتماعي في العراق صدمة كبيرة، واتهمت منظمات حقوقية جهات حكومية مدعومة بميليشيات خارجة عن القانون بشن عمليات قتل واعتقال واسعة تحت ذرائع شتى، بينها ما يعرف بقانون 4 إرهاب، دون تفريق بين المسيئين ممن ارتكب أعمال قتل بحق العراقيين وبين من اعتقل جورا وظلما. ولم تحصل عمليات الاعتقال العشوائية فقط عبر المداهمات المفاجئة، بل تعتمد أيضا وشاية ما يعرف بالمخبر السري، والذي ألغاه مجلس الوزراء في آذار مارس 2013 بعد احتجاجات واسعة في المحافظات السنية. وبينما تخفض الأرقام الحكومية عدد السجناء الكلي في وزارات الدفاع والداخلية والعدل وسجون هيئة الحشد إلى 35,000 معتقل، فإن جهات حقوقية مختصة ترفع العدد إلى 70,000 سجين، عدا آلاف المختطفين والمفقودين والمغيبين في أحكام جائرة وانتزاع الاعترافات بالإكراه. حصل مرصد آفاد كما جاء في بيانه على شهادات جديدة تسندها تقارير من منظمات حقوقية دولية ومحلية بأن قوات الأمن العراقية وإدارات السجون والتوقيف ما زالت تنتهج سياسة الإذلال والاضطهاد ضد المعتقلين واستخدام السب والشتم والعبارات الطائفية والضرب دون مبرر والتعذيب الذي يوصف بالممنهج، وبأن قوات الأمن تلفق التهم لبعض السجناء عقب إخضاعهم للتحقيق والحبس الانفرادي أو تنتزع اعترافاتهم تحت التعذيب. جاء في البيان حول الاكتظاظ في السجون. مرصد آفاد قال في بيانه بأن السجون تعاني من وجود أعداد كبيرة جدا من الموقوفين تفوق السعة الحقيقية لتلك السجون دون مراعاة الشروط الصحية والإنسانية، فضلا عن حرمانهم من الغذاء والتهوية المناسبين، وزادت الأوضاع سوءا مؤخرا في ظل انتشار وباء كورونا. حصل مرصد آفاد على معلومات موثقة أكدت وفاة 12 نزيلا بسبب الفيروس وسط إهمال واضح من الجهات الصحية، من بين أكثر من 1200 نزيل أصيبوا بالفيروس. أشارت إحصائية بأن أو بحسب أرقام حديثة وصلت المرصد، فإن كلفة السجين الواحد حاليا تبلغ 10,000 دينار يوميا، بينما تبلغ التكلفة الكلية للسجناء نحو 300 مليار دينار عراقي خلال عام واحد. ورغم تلك الأرقام الكبيرة فإنها لا تمت للواقع بالصلة، إذ لا ينال السجناء أطعمة كافية أو أغطية مناسبة، ناهيك عن الأدوية الناجعة. وتشير جهات رقابية إلى أن هذا الملف من أكثر الملفات فسادا، حيث تتربح منه جهات سياسية تحتكر ملف إطعام السجناء واحتياجاتهم منذ سنوات طويلة. الابتزاز، موضوع الابتزاز كذلك ركز عليه مرصد آفاد في بيانه، حيث يؤكد بأن المئات من ذوي المعتقلين في اتصالات مع مرصد آفاد وجود مساومات تجري بين الأجهزة الأمنية وبين ذوي السجناء بدفع أموال مقابل إطلاق سراح أبنائهم من السجون.
بل إن بعضهم لا يمكنه الخروج من السجن رغم براءته. أما عن أسعار إطلاق السراح فتتراوح بين 50 إلى 300 ألف دولار حسب نوع الحكم ومكان السجناء، مشيرين إلى تواطؤ كثير من المحامين والقضاة في عمليات الابتزاز التي تمتد إلى زيارات المعتقلين من ذويهم وإدخال الحاجات الضرورية والأدوية وحتى أجهزة الهواتف، كما أشارت مصادر آفاد إلى وجود تعامل طائفي وتمييز سجناء على سجناء آخرين على أساس المذهب في السجون. رصد المرصد دور وزارة العدل والأجهزة القضائية. تتهم منظمة العفو الدولية في تقرير لها بعض الأجهزة القضائية العراقية بغض النظر عن انتزاع الاعترافات تحت التعذيب، وقد يتم إصدار أحكام الإعدام بجلسة واحدة أحيانا، وقد تم إعدام 21 سجين في سجن الحوت في مدينة الناصرية بالتزامن مع إعداد هذا البيان. طبعا تضيف منظمات دولية بأن إدارات السجون تعطل إنفاذ القرارات القضائية بغية ابتزاز الموقوفين عبر تأخير عرضهم على القضاء لأشهر عديدة، كما أفاد مراقبون لحقوق الإنسان تابعين للأمم المتحدة بأن 50 سجينا عراقيا يواجهون احتمالية الإعدام نهاية شهر نوفمبر تشرين الثاني الجاري بعد إدانتهم بجرائم تتعلق بالإرهاب في محاكمات جائرة. بالنسبة لقانون العفو العام، جاء في بيان مرصد أفاد رغم تصويت مجلس النواب نهاية 2016 على قانون العفو العام إلا أنه فشل بتحقيق مبتغاه بإطلاق سراح عشرات الآلاف من السجناء. انتزعت اعترافاتهم بالقوة، حتى مقترح العفو الخاص الذي تقدم به رئيس الحكومة السابق عادل عبد المهدي قبل بضعة أشهر لمواجهة تفشي فيروس كورونا واجه اعتراضات من جهات سياسية وقضائية. رصد كذلك بيان مرصد آفاد المفقودين والمغيبين، حيث جاء في هذه الفقرة بأنه بحسب اللجنة الدولية للصليب الأحمر فإن العراق يضم أكبر أعداد المفقودين في العالم، إذ تقدر اللجنة الدولية للمفقودين بأن العدد يتراوح بين 250 ألف ومليون شخص منذ العام 2003. منذ عام 2016 وثقت منظمة هيومن رايتس ووتش عمليات الإخفاء القسري المستمرة على أيدي قوات الأمن العراقية وفصائل الحشد وقوات البشمركة، موجهة انتقادها الصريح للسلطات في بغداد وأقليم كردستان العراق على عدم بذل ما يكفي لمعاقبة الضباط والعناصر المتورطين في حالات الإخفاء. وأفادت هيومن رايتس ووتش بأن القوات الحكومية وفصائل الحشد نفذت إعدامات دون محاكمة واقتادت الآلاف من مناطق متعددة إلى جهات مجهولة خلال عمليات ضد تنظيم داعش كجرف الصخر جنوب بغداد، الصقلاوية، الرزازة في محافظة الأنبار، مناطق الدور، يثرب في صلاح الدين، الحويجة في كركوك، فضلا عن الموصل. أكدت أرقام مفزعة كما جاء في البيان حصل عليها مرصد آفاد من مديرية التحقيقات الوطنية في وزارة الداخلية بأن سجن مديرية الاستخبارات في مدينة الموصل وحده يضم 6167 سجين، وبأن السلطات أصدرت مذكرات اعتقال جديدة لنحو 32 ألف شخص ممن كانوا موظفين حكوميين في دوائر خدمية مثل مستشفى أو بلدية أو ماء أو مجاري أو إطفاء إلى آخره. جاء في البيان المعتقلون في سجون إقليم كردستان العراق. تحدث المرصد بأنه لا يختلف الحال كثيرا عن مئات المعتقلين من محافظتي كركوك ونينوى تم نقلهم إلى سجون إقليم كردستان خلال السنوات الماضية. ترفض كما جاء في بيان مرصد آفاد ترفض سلطات الإقليم الإفراج عنهم أو التصريح عن مصيرهم أو زيارتهم. بالنسبة للسجناء والمغيبون من ناشطي ثورة تشرين كما رصد مرصد آفاد قال بأن حكومة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي تواجه
انتقادات مماثلة لتلك التي واجهتها حكومة عادل عبد المهدي بالتغاضي عن اختطاف الفصائل المسلحة للمئات من ناشطي الاحتجاجات التي اندلعت في شهر تشرين الأول أكتوبر من العام 2019، والتي تعرضت للقمع من الأجهزة الحكومية وميليشيات بعضها مرتبطة بهيئة الحشد التي تقول بأنها تخضع لأوامر الحكومة. وبناء عليه يؤكد مرصد آفاد بأن ملف الاعتقال والإخفاء سيظل جرحا في نازفا في الجسد العراقي، وأحد عوامل استمرار التصدع الاجتماعي ما لم تبادر حكومة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي باتباع مقاربة مختلفة عن أسلافها تهدف لإنهاء ملف المحاكمات الجائرة وتطهير القضاء وإنهاء ممارسات التعذيب ومحاسبة المتورطين فيها وإغلاق بوابة الانتهاكات والكشف عن مصير الآلاف من المختطفين والمغيبين. أكد المرصد بأن الرئاسات الثلاث والبرلمان متورطون بهذا الملف الإنساني بالسكوت عن استمرار تداعيه، كما يناشد المرصد الأمم المتحدة والمجتمع الدولي للضغط على حكومة بغداد وفضح السلوكيات اللا إنسانية لبعض المسؤولين وتقديمهم لمحكمة الجنايات الدولية. أضاف مرصد آفاد بأن جهات حكومية عراقية مدعومة بميليشيات اتهمت منذ عام 2003 بشن اعتقالات واسعة مستغلة قانون 4 إرهاب، واعتمدت على الاعتقالات العشوائية ووشاية المخبر السري الذي ألغي العمل به عام 2013 بعد احتجاجات واسعة في المحافظات العراقية، لكن العمل به أعيد مجددا. يعني أرقام واعترافات رصدها المرصد لذوي المعتقلين، وكذلك أرقام حكومية وأرقام لمنظمات دولية مهتمة بحقوق الإنسان. معروف أنه الرقم إذا تحدثنا فقط عن المغيبين في العراق بشهادة اللجنة الدولية للصليب الأحمر بأن العراق هو أكبر دولة في العالم لديها من المغيبين والمختطفين من 250 ألف إلى مليون منذ العام 2003. خلونا كذلك مرصد آفاد يعني عرض شهادات صوتية لأقرباء ولذوي المعتقلين يتحدثون فيها عن كيف تم اعتقال ذويهم وكيف تم التنكيل والتعذيب بحق أقربائهم وذويهم في السجون وعلى يد الميليشيات. نستمع إلى بعض الشهادات اللي عرضها مرصد آفاد الحقوقي. السلام عليكم، أنا زوجة أحد المختطفين الرزازة، اختطفوا حزب الله مسوين سيطرة وهمية على الرزازة وأخذوه، صار له 6 سنين، قالوا أنه سلموا منفسكم يعني غير حكومة وسلمنا نفسنا وما ندري بي، هاي صار لست سنين بالحياة ميت ما نعرف، واللي اختطفوا حزب الله كانوا موجودين لابسين زي عسكري وش مدري إن إحنا يا ربي. فالناشد الحكومة نريد نشوف وين صار مصيرهم، هاي عوائلهم لا راتب لا أحد من الحكومة جاء وشاف حالنا وكذبهم علينا، هم أكو ناس واحد من البعيسة ضابط سوى نفسه إنه هو يطلعهم وكذب، أخذ من عندنا مبلغ حتى موبايل ب850 ألف، والله كنا بالخيام نشحذن اللي من تاع نجمع وننطي فلوس وكذب علينا. وواحد اسمه أبو زهراء هم من سيطرة الرزازة قال أنا أجيب لكم منه خبر مؤكد، وهم كذب كل شيء ما شفنا، أخذهم فلوسنا وأخذهم موادمنا ويشقبون علينا، وحسبي الله ونعم الوكيل إن شاء الله مثل ما صار بينا يصير بيهم وبنسوانهم. خالي كان نازح أيام دخول داعش في صلاح الدين، كان نازح خارج المدينة تكريت، وبعد ما استعادت القوات الأمنية على تكريت رجع وجاب أهله ورجع من معبر النخيب، وهناك دقوا اسمه وشافوا أنه هو وضع الأمني سليم ودخل البغداد، ومن بغداد رجع تكريت وأيضا دققوا اسمه وشافوا أنه هو ما عنده شيء ودخل تكريت وبقى بيها فترة. لكن بعد مدة من الزمن مخبر سري بلغ عليه وجت قوة من استخبارات صلاح الدين اعتقلته، قالوا استفسار من الرجعة، وراها أخذت من عند اعترافات بالقوة وبالإكراه وبصموا على اعترافات وتهم ما مسويها تحت تهديد، هددوا بناته وأولاده
واعترف، انجبر انه يعترف وحكم اعدام، حكم القاضي اعدام، وهو صار لاربع سنوات في سجن الناصرية رغم انه لا يوجد شاهد عليه، وكل الناس وكل اهل مدينة التكريت يشهدون انه ما عنده اي صلة باي جماعة مسلحة. مع هذا القاضي ما مشى باقوال الشهود الدفاع، وبقى مصر على حكم الاعدام، ولا يوجد كشف دلالة ولا يوجد شاهد مدعي وكل هذا، لكن القاضي أصر على حكم الإعدام وهو بريء. السلام عليكم، أخذكم من بغداد أم كرار. عندي زوجي وأولادي ثلاثتهم مفقودين من 2017. زوجي مريض بغدد سرطانية، رحنا علاج للموصل. ب 2017 أخذوا زوجي وأولادي اثنين، واحد 99 والثاني 2001، ونطالب الكاظمي أن نشوف ولدنا وين. صار لي 4 سنين أدور عليهم وماكو أي أثر عنهم، ورحم الله والديكم. أريد أسمع صوتي. طبعا هذه شهادات غيظ من فيض، وإحنا في برنامج صوتكم دائما ما نفتح ملف المعتقلين والمغيبين ونسمع يعني شهادات صراحة مروعة عن أحوال السجناء وأحوال ذوي السجناء والمعتقلين والمغيبين اللي وصلوا إلى مرحلة يقول لك إحنا مري شيء، نريد نعرف ولدنا وين صاروا، ميتين قولونا، طيبين هم قولونا. معنا اتصال. صباح من بغداد، تفضل. صباح. السلام عليكم أخ عمار. السلام ورحمة الله. أحب بيكم بقناتكم الكريمة اللي دائما تنقل الحقائق للمجتمع العراقي والعربي. بالنسبة للمغيبين والمعتقلين، يعني إحنا اللي يروجون يعني على مصطفى الكاظمي أن رئيس وزراء وطني وراح ينقذ العوائل هاي وراح يرجع لهم أولادهم وأبهاتهم، هذا واهم، لأن مصطفى الكاظمي هو جزء من عملية سياسية بائسة من 2003 ولحد الآن، يعني ما خرج يعني في سبيل ينقذ الشعب المجتمع العراقي، هو جزء من هذا. والدليل كل الاغتيالات اللي صارت والمتظاهرين والخطف من نساء ورجال، يعني هو رئيس وزراء. المجالس التحقيقية اللي شكلها والتحقيق اللي شكله ما توصل هو كرئيس وزراء، وكان هو مدير مخابرات، ما توصل لحل أي دم عراقي نهائيا من المتظاهرين بالفترة اللي هو حكمها نقصد. أما قبل عادل عبد المهدي وعادل وحيدر العبادي والمالكي وغيره، صارت جرائم يعني بشعة بحق الإنسانية، وكل العراقيين يعرفها من زمن جيش المهدي من كان ياخذ على الهوية ودمر العالم ودمر السنة في بغداد، سني ياخذوه يقتلوه، آلاف مؤلفة ما حد يعرف مصيرهم، هم تم قتلهم خمو يحتفظون به لحد الآن. أو حتى مثل أختنا هسه بتقريركم من قالت بالرزازة، هم عددهم كان 1400 يمكن، أخذوهم حزب الله والمعلومات ودوهم إلى جرف الصخر اللي هي محتلة تعتبر من وصارت قاعدة للميليشيات وبالذات حزب الله. فأولادهم ما راح يخلوهم لهسه. فمصطفى الكاظمي ما راح يقدر يتوصل ولا راح يقدر يحتك بالميليشيات، الميليشيات سطوتها والقانون لهم وهم ما علم القانون. فمصطفى الكاظمي يجي فترة محددة ما يسوي مشاكل ويا الحشد ويفتح ملفات هو في غنى عنها، لا راح يرجع المغيبين ولا راح يتحاور مع السياسيين والبرلمانيين في اطلاق عفو. ما نقول عام عفو عام عفو عام، احنا ما نريد الارهابيه الدواعش يطلعون من السجون اللي مثبتين عليه طبعا واللي ايده متلطخه بدماء المسلمين. المفروض هو بازمه ماليه خانقه، والعراق جاي يمر رواتب ماكو وخدمات ماكو وكل شيء عندنا نقص. المفروض بيقول ميزانية الدولة ما تتحمل هاي العبء مال الملف المسجونين، يحل الملف هذا، يحل في سبيل الدولة تفرق لها مثل ما حكيت بتقريرك 300 مليار دينار، يعني هذا مو أول يبنون بيها مدارس أو يسوون صرف صحي حقيقي في بغداد في سبيل ما تصير هيك هاي الفضايح عاصمة بغداد. بغداد هيك يصير بيها تفيض من أول مطرة. مصطفى الكاظمي المفروض بيدرسون هذا ملف العفو باستثناء المجرمين والقتلة، احنا ما نريدهم يطلعوا، احنا نريد الابرياء والمخبر السري، لان هذول عبء على الدولة واهاليهم جاي يعانون. يعني شلون يظلون بمخيمات، يظلون يراجعون على المحامين اللي جاي يستغلون المواطن، لو على ضابط التحقيق المجرم الظالم، لو على القاضي المرتشي اللي هو تابع اساسا الحزب، يعني الا ما ندر من القضاة نزهاء ولا البقية الأغلبية من رئيس القضاء الأعلى وانت نازل قضاة، يعني ما عندهم ضمير. المفروض
القاضي في الأنبار وصلاح الدين وبغداد وحتى بالجنوب يزور الموقف المساجين ويعرف هذا شنو دعوته، هذا ليش ما انحسمت. يعني 70% من المجالس التحقيقية والدعاوي هي غير محسومة، يعني يعطوهم مواعيد بعيدة وموعد يجدد موعد. هو ما محكوم، يعني لو محكوم كان خلصوا محكوميتهم. كلهم معتقلين على ذمة التحقيق ومعدامات وغيرها ومؤبد. ومن هالسؤال في المفروض القاضي يعني ما ينام الليل. القاضي انت 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 مسؤول امام الله على كل مظلوم موجود بالسجن. لا يقول اني معليه وضابط دعوه ومشتكين عليه ومخبر سري، يا رب العالمين ايش راح تجاوبه؟ فالمفروض مصطفى الكاظمي يفكرون هم والبرلمانيين باطلاق عفو، ما نقول عام، مثل ما سووا تزكي الجيش المهدي المجرمين والقتله من جيش المهدي، زكوهم وطلعوهم بصفقات سياسيه في سبيل ارضاء مقتدى الصدر. المفروض بيهم السياسيين السنة ما يجتمعون لا ببرلمان ولا يعقدون صفقات ولا يتحاورون بأي مؤتمر أو غيره. يقول لك احنا نسوي اضراب إلا يدرسون موضوع العفو العام، لأن الناس جاي تعاني من هذا الموضوع. نعم، أنا أشكرك. صباح من بغداد كان معنا أم قدوري من صلاح الدين، تفضل أم قدوري. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. والله عندنا ولدنا معتقلين من 2016 6-3 خذوهم وما اليوم صدق جت 5 سنين وهاي بدأت السادسة وما نعرف مصيرهم. كم واحد؟ والله 3 خذوا، 2 ولدي وواحد ابن عمهم. نعم. نريد الغرب ندم على قرارهم. نعم. راجعتوا شرطة والله. جيش والله رحنا لبغداد 5 مرات وما ورجع. وما وقفت على بس أقف على قرارهم وين ميتين طيبين. زين أم قدوري، من اللي أخذهم؟ تحرير الجزيرة طلعت مشتركة وخذتهم ما أعرف فرحوا بهم. نعم ايوه تعرفون تحرير الجزيره ما طلع. والله بريا واني طالعين والله وخلوهم شد عيونهم وشيلوهم ومشي مشوا وما عندهم كل شيء. نعم الله يعينكم. والله شيء ما عندهم، كل شيء لا عندهم، لا بحشد ولا بداعش. الله يفرج عن كل بريء. أنا أشكرك أم قدوري من صلاح الدين، قصة أخرى من قصص العراق المؤلمة. حسين من بابل، تفضل حسين. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله، أهلا وسهلا بك أخوي. شنو الذنب المعتقلين والمعتقلات في سجون السجون هذه الحكومة الطائفية العنصرية هذه؟ أكثرهم بريئة وأكثرها بريئة التي اعتقلوا بدون ذنب. كل هذه اللي هسه بالمليارات من المعتقلين من عدة محافظات أكثرهم أبرياء لا ذنب لهم، ولكن على يد هذه الحكومة الوحشية المجرمة هذه اللي موجودة حاليا في البرلمان وفي مجلس النواب، هؤلاء دول كلهم مجرمين وطغاة وفاسدين الذين هم اللي اعتقلوا من خلال الجيوش التابعة لهم وميليشياتهم المجرمة التي اعتقلت كل هالأبرياء هذه في هذه المحافظات. ومنذ 17 عام منذ وصولها إلى حكم العراق ولحد الآن هذه الحكومات والجيوش التابعة لها وقادة الجيوش هذه منهم العسكريين الكبار والميليشيات بكافة هي اللي اعتقلت الأبرياء وهجرت الناس وما زالت مهجرين ومنذ 14 عام. هؤلاء كلهم مارقين، أضاف إلى هالعمايم الفاسدة هذه المتورطة بذات الجرائم وذات الوحشية بحق الأبرياء كلها، حتى متورطة بالتهجير هذا بحق كل الأبرياء من عدة محافظات ومن أما الرمادي والموصل وبقية المحافظات الأخرى. جيت المعاناة الناس أعني في بغداد والمحافظات الأخرى من خلال الفيضانات هذه، أعني غير ماء الأمطار هذه يدخل حتى لمنازل الناس
وكانت بسبب هذه الحكومات الطائفية العنصرية المارقة هي سبب هذه المعاناة كل هذه المعاناة. وشكرا أخويا حسين من باب الكينة معنا. روكان من الأنبار، تفضل روكان. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله حبيبي. احنا عام 2016 8/3 عندنا قرية أم جمل على البحيرة مال ثرثاء، جونا حزب الله وياهم سراي السلام ومع صائر خطع، قاموا يبشون سيارات وشباب وخذونا هواية زلم. يعني أنا نفسي أخويا اسمه غسان ولد عمي، إحنا تقريبا 16 واحد، مناطق اللي بصفنا كل منطقة 90 و100 و200 واحد، يعني جماعة عمضة هواية بال 1700 2000 واحد خذوهم خلال 5 أيام. هاي بالرزازة لحد الآن ما عثرنا لأقيا من عدم على الرزازة. هاي قرية أم جمل بحيرة ثرثار قريبة على صلاح الدين فوق سامرة. نعم عندنا هناك منطقة طالعين بيها هناك من هزين من جلد أمدع شقق، قعدنا هناك وجونا هناك من هناك الحشد كيفنا بيهم الجيش وتلقيناهم أبويا وزلم الكبار هدموا الكبار وخذوا الصغار على الحاسبة وين خذوهم لليوم ما شفنا طولهم. ما خلينا شقد دفعنا مبالغ، ما خلينا يجون علينا جماعة نندلهم نعطيهم فلوس يروحون وما يلقون هم لحد الآن. هاي من 8/3/2016 لحد الآن صار 5 سنين ما لقيناهم لحد الآن. وبعدهم شباب اللي مواليد 2002 مواليد 2000 قسم مواليد 80s 90s يعني صار خب. نعم زين اللي تطو ما عثرنا عليهم. نعم زين اخويا روكان اللي تطو فلوس، نعم. هل هو مرتبط بهذه الميليشيات اللي سميتها؟ لو شنو؟ لو هو محامي؟ لو والله شنو؟ والله على اساس اللي محامي واللي يقول عندي علاقه وياهم وما ادري شنو من هالبغداد ويجونا جماعه نعرف وما ادري ايش ياخذوا مبالغ ويروحوا ماير. والله ما لقيت ما ادري شنو صافتهم وما المهم ما حصل نتيجه لو طلعت مبالغ اخذنا نروح 5 مرات انصدنا بعد جونا كثير ناس ورا عندنا بعد ما ندفع بعد ما ظل عندنا. ايش قد المبالغ تقريبا؟ نعم المبالغ ايش قد تدفعون؟ والله هذا اللي ياخذ 50 ورقه وهذا اللي ياخذ دفتر وهذا اللي ياخذ 25 ورقه باسم واجهه وحايش هكذا. ها مبالغ راحت لنا هواي فلوس وما حصلنا والله ما حصلنا نتيجه لحد الان. ما شفتوا ولا واحد من ولدكم ولا عرفتوا اصلا وين مسجون؟ ها ما عرفنا. يجينا اخبار موجودين على اساس بالناصريه على اساس اللي يقولون بالتاج محاولينهم، جينا هيك اخبار واكيد وناس ناس لما يوم تفرح ويوم بك هاي مستحوين الله وكل التباشا يمي هنا ملتمة. كل ما يجينا خبر ملتمة يطلع خبر ماكو اثبات صحيح، ناس تقول مذبحين ما استهمنا والله الحد لا. الله يعينكم الله يعينكم الله يعينكم يفرج عن كل بريء. أني أشكرك ريكان من الأنبار كان معنا. مستمرون معكم أعزائي المشاهدين بتقديم هذه الحلقة حول ملف المعتقلين والمغيبين لدى الميليشيات ولدى الحكومة. نأخذ هذا الفاصل ونعود لكم. بعد عمري راتك ما أريد من الله ومنكم غير تطلعون ولادي وريد ولدنا كل شيء ما أريد منكم غير سلامتكم وهي لكم. والله يا وليدي بعد عمري شايف وجهك شايف الخير يا أمي. وين انا اريدهم يا ابو ولادي وين ادورهم يا ابويا؟ والله اثنين امرأة مني عيني يا ابو وين اروح؟ الله يتوغد الدعوة مالي يا غد بس امه يا ابو اريد يجيبوا لي يا ابو يدوروا لي يا ابو يرجعوا لي يا ابو بس بالدنيا شريد منهم مسجونين ما يخالف محجوزين شباب مثلك جهاد بغدهم يا ابوي والله صار مثل التجر وين أروح وين أطواجي لمن أطواجي هاي الرحالية مهجومة كل شي ما فيها جينا نامك مشامينا للغامرين أخذ العرسات
يعطيكم العافية وليدي بعد عمر اللي كنت وصل صوتي وين ما كانت وصل الطالب اللي فيهم يا عيوني يا أبا ولادي يا أبا جنين قلبي يا أبا ما لي غيرهم يا بي يا أبا اهلا بكم من جديد. معنا اتصال ام غيث من النجف. تفضلي ام غيث. ام غيث تسمعيني؟ اي عين. السلام عليكم. تفضلي. اقول لك رحم الله والديك خير. اقول لك خير. يعني عندنا مسجون وقاضي ومدته ما يرضون يعطوه. والله هيك باطل هيك يعني حكم 15 سنه و 10. نعم. وانت قاضي يعني هواي مساجين ويا بالكاظمية قابل الجن مالت فلوسكم وما يطلعوهم. شنو تهمته أم؟ يعني بس تهمته حبل بنية من منطقة وتهمتها أمها بسرقة، أمها تهمتها بسرقة. يعني حتى لو أعطيكم اسمك تسألون علي بالنجف نام بسرقة ما عنده. تمام. تهمه هيك وباطلة إجابة. يعني أوكي هو حب البنية شنو اللي صار وراها؟ شنو اللي صار من عتها ما رضى كمرة واثنين وثلاثة دام تنحى وورد ومع العلم حتى رام عدة تنجيل قالت له أمه راح تزبك بيومه وذبته والناس والضباط وياه وكلها وياه ونحكم 15 بس للتمييز شافوا الأديبية مو مال سرقة لا بصمات لا كشف دلالة لا كل شيء أكو يعني واسطتها شوية قوية وراح أخوه صغير والله طفل نعم يعني حكم القاضي بدون دليل اي والله بدون دليل حكم يعني القاضي بدون دليل القاضي اكتفى يعني بالمشتكين بس بالمشتكين والتمييز شافه زين اخابرك اخلي رصيد واخابرك نعم زين ما سويتوا استئناف على الحكم ام غيث سوينا ست سنين خمس سنين أبو التمييز عرفه تأديبي يعني هسه تخفض صار خمس سنين انقطع اتصال مع أم غيث من النجف أم وسام من الطارمية تفضل يا أم وسام السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله أهلا وسهلا بك شلون صحتك يا أم بعد الله يسلمك ويخليك فدوة يعني على مود ولدنا على مود المكازين فدوة روح لك يوم شو لاك زيارة لاك فس يعني ودي عذبون بيهم ده يأذون بالشباب حيل ده يأذون بهم يعني هذا قبل كم يوم عدم دولي 21 شنو ذنبهم دولي شنو ذنبهم تسع تشهر ما شايف أهل ويجون يعدموا غفلة ويدورون واحد ينتخبهم مين اللي ينتخبهم يا عاقل ينتخبهم دولي والله أنا بالنسبة لي لا ما خلي أي واحد يروح ينتخب لأن كل شيء ما سوونا أي حل ما سوونا ولدنا هاي صار تسع تشهر ما شايفيهم والله وهاي صار شهرين ما مخابرني لا حس ولا خبر ما أدري به هو العدم وياهم ما أدري يعني ظليت قلبي والله داخل انذار هالثاني في المرض إش قد محكوم ابنك بالله العظيم إش قد محكوم ابنك حكمه إعدام أها أي نعم. والله إعدام خاله وكل شيء ما عنده والله مجرد راح على صديقة طلع صديقة مشبوه مجرد راح على صديقة طلع مشبوه صديقة وراح وياه صود عليه حكم سيد عبد الله الله لا يسلمه الله وين ما نام حكم إعدام إش قد عمره ابنك يقول لك مالي 96 اي والله ما شاء الله هاي صار والله هاي السنه الرابعه بلشنا بيها ها 96 اي والله ابو الناصر يا ذاب بينا ولا حيس ولا خبر ودا شوف هذول الخيانه هذول الاحزاب دا يخونون بينا دا ياخذون اولادنا يقتلون بيهم ما ندري بيهم تعذيب دا يعذبهم حيل اذونا حيل يعني اما ننتخب احنا يقول انتخب الكاظم بس يلو والله حرام ما ننتخب لان كل شيء ما سوانا اي حل سوانا وده يهددنا انه بالرواتب راح يصير رواتبكم راح مدري هذا الشهر ماكو شهر الاخ ماكو شنو هاي ميزانيه باقت هم كلهم حرامي هم الباقوا الميزانيه منو باقها زين ام وسام هاي اقرب شيء ام وسام اريد اسالك انت قبل كورونا من كنت تروحين تزورين ابنك شلون وضعه بالسجن قبل كورونا والله خاله يعني هاي عايش يقول يوم الحمد لله والشكر عايشين ماكو كثير ماكو هاي يقول يوم لا كل شيء ماكو اطمئني ما
بس ادري بيحكي لي عمود لا ياذيني يما في دواروح ليش من تجي لك بكناني ما اعرف صدق والله على موده لا. بس من اطلع لا والله اسمع بك بالطريق لا. يعني اخو شهيد هاي حقوقنا لسه ما انطونا اياها ابني شهيد عندي واحد قتلوا لي والله قلت له يعني حقوق اي حقوق ما انطوني رحت عليهم اراجع فلوسي بالحاسبه ما يقبلون ينطوني اياها يقول لي كان عندي راتب قلت له مو اخذت الراتب ورجعته غير ترجعوا لي فروقاتي ما قبلوا يعطوني اياها او ذاك اليوم طلع مدير التقاعد صار بايق لي فلوس 150 مليار تريليون كله حاطه بيته و170 واحد حراميه وياه ناس تساعدنا هم بيناتهم احنا شنو ذا ابن زين نعم والله رديت فلوس اطلع المحامي ما عندي امان الله رسوله هسه لا يا ربي انا الله رحت للاستاذ عمر وحده الجميلي راجعت يمه نعم اي قال لي يوم ابني تحيل كان لجنه طبيه ان شاء الله 50% تبدا العلاج أربعة تسعة راجع عدة والله وهم على حساب الدكتورة مع وحدة الجميلي. زين سؤال أم وسام أنت بوقتها من ابنش الحكم إعدام سويتوا استئناف بالقضية؟ ايه. سوينا أستاذ مصطفى بالميكانيك سواها. ايه. نعم. أستاذ مصطفى بالميكانيك سوى بس هو بيوم المحكمة كان مسافر قال لي أنا راح أسافر يوم الأحد هو محكمته صادفت الأحد قلت له زين أستاذ شلون شلون مصطفى وياه شو تسوي له مصطفى وياه قلت له شو تسوي له؟ كان يقول والله اخلي واحد بمكاني كذب ما اخلي احد بمكاني. رحت للمحكمه كان يحكمون اعدام. والله انا ما قال لي هناك بالمحكمه قال لي ورا الاستئناف قلت له شو يعني ورا الاستئناف؟ قال ما اعرف. جيت للبيت ورا يومين خابروني قالوا لي انحكم اعدام. سويت عذب بالميت. وسام يعني بالصحيح احكي لنا اكو فد شهود على ابنك؟ اكو فد صار كشف دلاله؟ لا كل الشهود ماكو ما. كل الشهود ماكو ولا كشف دلاله ولا كل شيء بس هذاك اللي وياه يقول مصطفى وياي كان بس هو كل شيء ما عنده امانه الله ورسوله لانه هو ولدي شلون مخاويتهم يعني ولدي اخوتي يعني يحكوا لي كل شيء عندهم يحكوا لي ما يضمون علي احنا يتفضحنا حتى ويا ابوهم ابوهم الله يرحمه صار له 22 سنه من مات مصطفى عمره 3 شهور والله وعشنا يعني من ذاك اليوم لهاليوم ربيناهم بدموع العين واحد كتلوا لي اياه هنا بالطعمية والله ما اقول لك الشيعة كتلوا كذب لا والله استنى هناك ياكلون ببيتها وكتلونا نعم بياسر الكتل منو كتل يعني داعش لو القاعدة بـ 96 بال 2006 ها اي والله خالص هناك كتلونا بالطعمية ما اقول لك شيعه لا والله كذب الشيعه اهلنا والله كليتنا اهل احنا ايد واحده بس هنا عندنا ربنا كلهم خيانه بس لسه ماكو ولا واحد منهم نعم قشعه وراح واللي انذبح انذبح واللي راح راح نعم والله الله الله يعينك والله يفرج عن كل بريء ام وسام من الطارميه كانت معنا ابو علي من واسط تفضل ابو علي ابو علي تسمعني استاذ عمر سمعك نعم تفضل عيني إذا أتفضلك تلم تفضل هاي مو هاي هاي اللي أم سام تحكي تقول الدموع مو هو هاي إحنا ضغط عليه نفس حول الشكل شاهد وحلف كلام الله ورادوا يصدرون بينا حكم شو؟ وبعدين اتنازلوا في الدعوة شون بالله شون صارت القضية والله صارت القضية هم ضربوا نفسهم وقالوا هم ضربونا وسووا علينا الهاب وخذونا على المحكمة وظلنا 12 يوم بالسجن ثاني خذوا مقابل المبلغ قاموا يسامون بينا وطلعونا ذول الجماعة عندكم مشكلة عشائرية وياهم مسبقا؟ لا والله ما عندنا مشكلة عشائرية بس اجتهاد دعد ليش صار؟ احنا ما لنا علاقة نعم ايه وما لنا علاقة بكل شيء لا بدولة ولا بدولة ما لنا علاقة يعني شلون احنا مستقلين وهاي ما لنا علاقة لا باللي يروح ولا بيجي نعم فسووا علينا هاي الفبركة وسوونا احنا ارهابية زين وهذا الشيء مو بعيد انا ما استبعده ابدا على مسام ابد ما استبعده نعم زين ابو علي شلون طلعتوا بعدين؟ طلعنا المبلغ مالي ها المن دفعته هو دفعنا للمشتكي للمشتكي ايش قد بالله المبلغ اي المشتكي تذكر
المبلغ، بس احنا طلعنا مبلغ دفعنا قرايبنا جمعونا صحونا وطلعنا. ولا كانت التهمة براسكم ارهاب؟ والله العلي العظيم هو نفس الشاهد هو اللي يشتكي نفسه. نعم زين هذا قلت له ما يصير يعني بالقانون ما يصير، هو المشتكي هو الشاهد، وطلعون الشرطة برا. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. عندها أبدا يحلف كلام الله عادي. يا لطيف، مصايب. أيوة والله. مصايب بالعراق والله. والحمد لله على كل حال. الحمد لله على سلامتكم. الحمد لله على سلامتكم. والله يسلمكم. الحمد لله على سلامتكم. الله يسلمك أبو علي. أبو علي من واسط كان معنا. أم رسل من جرف الصخر نازحة طبعًا هي. تفضل تفضل يا أم رسل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. أهلًا وسهلًا بيش. تفضل يا أختي. نعم. شو تفضل؟ على شنو تفضل؟ استعد عم لقيته اثر على ذول المعتقلين. احكي لنا اللي عندك ام رسل. احنا بدنا نتكلم عن المعتقلين. ايه؟ تمام، ملف المعتقلين واحنا ريتهم السجناء المغيبين. انتم شنو قضيتكم؟ احنا قضيتنا نريد المعتقلين، نريد يعني حتى رواتبهم قطعوها وظلت اطفالهم بدون معيشه. نعم. يعني تعالوا وفوهم، احنا نعرف عنهم حتى نوفيهم. زين انت زوجش لو ابنش لو منو اللي معتقل؟ لا اخويا. اخوش معتقل، صار له كم سنه؟ من سنه 2014. من 2014 تمام. هاي. من اعتقله؟ والله قوه امنيه اجت قال لنا استفسار واخذوه بعد ما نعرف عنه كل شيء. يعني اعتقلوه من جرف الصخر لو خارج جرف الصخر؟ اخذوه من البيت. لا من البيت، اخذوه من جرف الصخر. تمام زين، هاي القوة جيش شرطة لو ما تعرفون؟ لا جيش. زين من اخذوه؟ من اخذوه وراها عرفتوا وين مكانه؟ لا ما تندلون لحد الان ما تعرفون وين مكانه؟ ما نعرف عنه كل شيء. زين ما راجعتوا هاي القوة الآن. مثلا ما سألتوهم؟ ما نعرفها يا قوة، سألنا ما خلنا مكان ما دورنا بيه ماكو. لا حول ولا قوة. من يقول مو يمي؟ زين ما تلقوهم حاسب ايه؟ ما مدخلين. ما مدخلين. نعم. اي ما مدخل بالحاسبة. شو توجهي الرسالة للحكومة؟ نوجه ان عودة المعتقلين. نعم. هاي هي. الله يعينكم والله يفرج عن كل بريء. أم رسل من جرف الصخر كانت معنا. معنا اتصال من التأميم. أم ليث من التأميم، تفضلي أم ليث. السلام عليكم أخويا. وعليكم السلام ورحمة الله، أهلا وسهلا بيك. الله يسلمك أخويا، أنا من محافظة التأميم وزوجي محكوم. نعم. أي وعندي 6 أطفال، لا راتب لا معينة عندنا. قدمت على رواتب الإعاقة، عندي ابن معوق زين ما طلعت اسمي، صار 4 سنوات لحد هسه ما طلع اسمي. قدمت مال عاطلين ما طلع اسمي. يطلعون اللي عندهم رواتب مزدوجة يطلعون أساميهم، واللي ما عندهم واسطة ما تطلع أساميهم. زين هذا كلها كفة. أريد أناشد الحكومة زين، هذول المساجين المسجونين المحكومين صار لنا من 15-12 واجهنا المحكوم زوجي لحد هسه احنا ما رايحين، ما يفتحون المواجهات، ايش وقت يفتحوها؟ نعم. زوجي شنو تهمته؟ والله مشاجرة على أرض. نعم. هو عنده حارة بأرض وصارت مشاجرة وانحكم. المشاجرة أدت إلى قتل أحد؟ اي أدت إلى قتل أحد، بس ما ثبتت انه من عنده، يعني سووا شو اسمه كشف دلالة، سووا طلاقة يعني ودوها البغداد كشف، طلعت غير قابلة للفحص لأنها مكسورة. بس الأحداث اللي بالنفس المنطقة صار القتل بها أحداث، طلعت حتى على قناة السومرية معروف. زين أم ليث، أم ليث وحدة زوجك اللي تم اعتقاله لو أكو مجموعة وياه؟
لا تم اعتقالهم هم ومجموعة من أقاربه. نعم. بس هو اللي انتهم بيها. حكم القاضي له بعد. أحداث حكم القاضي حكم 10 سنوات. 10 سنوات. مع العلم اللي طلقة اللي لقوها بالشخص غير قابلة للفحص. نعم. وبجلستين فقط. جلستين. نعم. الله يفرج عن كل بريء. أم ليث من التأمين. الله يسلمك أخوي. الله يسلمك أني. ورغم أنه إحنا بديرتنا عندنا يعني الفصل العشائري مبالغ طالي أو يا ريت يقبلون ما يخالف. بس هسه أقول إيش وقت يفتحون الطريق حتى نواجه مساجيننا إيش يأكلون إيش يشربون. ما يفكرون بهذول المسجونين. ما يقولون يعني شنو هم حطوهم بالسجن. تأديب لو حطوهم هيك حتى يتخلصون من يتخلصون الشخص. الله يعينكم. الله يعينكم أم ليث والله يفرج عن كل بريء. أم أحمد من أربيل تفضلي. أم أحمد ألو. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. شلونك أستاذ؟ أهلا وسهلا بيش تفضلي. الله يسلمك. يعني هكذا إحنا نريد نقدم طلب. من اللي يسمع طلبنا؟ منو؟ منو هذا المصطفى الكاظمي ولا فلان ولا علان؟ منو لو نحكي من الصبح لليل نفس الطاسم عمان لا حد يمثلني. لا حول ولا قوة إلا بالله. والله أنا ولد أختي سمير رفضي 2007. هاي ابن أختي هم بال 2007. تعرفوا يا أمه طلع أخذها من الشارع. شود عليه كل 10 سنوات يكمل وطقمه 15 سنة. الحل شلون؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. يعني تردون شوية على دولة خطية الشباب. يعني والله عمره 10 سنة حتى صار عمره 22 سنة. الخالي بلا فكرة. ايش قد كان عمره من السجن؟ عمره 10 سنة. والله 11. ويا أمه لا أكثر ولا أقل. 11 أخذوا من السجن سووا الخالي. 11 شنو التهمة مالته؟ 11 أربع أرهاب. بس تعرف ويا أمه طلع زعلان وقلت ويا أصدقائي دوم من السجن أخذوهم. هاد يا سنة أخذوه؟ بال 2007. زين 2007 وعمره 11. غير ينسجن أحداث إذا عنده تهمة؟ المخاشة صار عمره 22 سنة حولوه لغير سجن. يعني انتظروه الما يكبر وبعدين حكموا عليه. أيوة خلص 10 سنوات يحطونه 15 سنة. خلص 15 سنة حطوا 10 سنوات إلى حدوين. آخر شيء قد حكم القاضي؟ والله حكم القاضي لا حول ولا قوة حكم 10 سنوات. لا حول ولا قوة إلا بالله. الله يفرج عن كل بريء. والله شهادات مؤلمة. أم أحمد من أربيل كانت معنا يعني 11 سنة طفل 11 سنة. يعني حتى إذا عنده جرم هذا يروح سجن أحداث مو ينتظرون. طبعا هذه ليست الحالة الأولى. يعني حتى تقارير دولية ومنظمات محلية توثق هذه الحالات أنه يتم اعتقال أطفال دون 14 سنة وهذا 11 سنة ينتظروا إلما يكبر الجماعة ما شاء الله حتى يحكمون عليه. هذا الظلم بالعراق يعني هذا لن يؤدي إلا إلى كوارث في المجتمع العراقي. نقول لا حول ولا قوة إلا بالله. وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة أعزائي المشاهدين. شكرا لكم وإلى اللقاء بإذن الله.